بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي فيكم بكم من جديد في هذا اللقاء، والذي يعتبر اللقاء الأخير خلال هذا الفصل، لشرح ما تبقى من الاتصال المقنع، وبقي عندنا اللي هي صفات الجمهور المستهدف. طبعا هنا عندنا راح يتم اللي هو شرح ما يتوجب علينا معرفته حتى يكون الاتصال مقنعا للجمهور، وما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في هذا الجمهور. خصائص الجمهور المستهدف: قائم بعملية الاتصال لابد أن يدرك القضايا المطروحة هنا. ألف: الخصائص النفسية، سمات الشخصية والميول والاتجاهات والعواطف والاحتياجات والحاجات والأمزجة والعادات وبعض العناصر الفسيولوجية. ب: الخصائص الديمغرافية، العمر، الجنس، العرق، ومكان السكن ووظيفته الاجتماعية، الدخل والمستوى التعليمي والمهنة. الخصائص الاجتماعية، الجماعة التي ينتمي إليها الشخص، للأسرة والأصدقاء وزملائه في العمل والمسجد والكنيسة وأقاربه الذين يتعاطف معهم أو ينتمي إليهم ويحترمهم ويتخذهم نموذجا يحتذى به. أنا الشيء الآخر فيما يتعلق بالجمهور، حاجات الجمهور المستقبل حسب تصنيف أبراهام ماسلو: على المرسل أن يتعرف على الحاجات أو حاجات المستقبل الخمسة التالية حسب تصنيف ماسلو. طبعا أدنى قاعدة الهرم حاجة الفسيولوجية، للهواء والماء والطعام والنوم والمأوى، كل مخلوق يسعى إليها، يشترك فيها كافة المخلوقات الحية أو الكائنات الحية. الحاجة إلى الأمن، الثقة بالنفس، المرتبة الثانية في سلم ماسلو، أن الثقة بالنفس، الاستقرار، الحماية من العدو. أن المرتبة الثالثة في هرم ماسلو، الحاجة إلى الحب والانتماء، لو الحب، الصداقة، العلاقات مع الجماعة. المرتبة الرابعة في سلم ماسلو، اللي هي الحاجة إلى الاحترام والتقدير، للتميز، الاحترام، الاعتراف من قبل المجتمع. خمسة: الحاجة إلى تحقيق الذات، اللي هي عندنا وهي قمة الهرم هاي، المهنة، الإنجاز، الإبداع. حينما أنظر إلى هذا لحاجات الجمهور أفهمها، أول شيء الحاجات الفسيولوجية الكل يعرفها، لكن هنا هل عندنا هذا الشيء متوفر، طعام والماء لهذول الناس، أم الفقر الذي يسود؟ حاجة مهمة جدا، فإذا بدي أعمل معهم لقاء أروح أعملهم لسه على المهنة والإنجاز والإبداع ولسه ما عندهم ماء ولا طعام يأكلوه، إذا بالتالي هي أهمية معرفة الحاجات للجمهور المستقبل. وأنا برضو هل يعيشوا حياة استقرار أو هل عليهم اعتداء؟ إذا هنا بدي أفهم شو هو الحاجات اللي بدي أخاطبهم فيها. هنا عندنا كيفية تعاملهم مع الصداقة والعلاقات الاجتماعية القائمة، هل هناك تفكك اجتماعي كامل في هذا الفئة وكيف بدي أخاطبهم؟ عندنا برضو هنا اللي هو هل يحظون باحترام بعضهم، وهل يقيمون أي يعطونا أي قيمة للاحترام. إضافة لذلك، إذا أنا بدي أجي أحكي معهم في قمة الهرم فيما يتعلق بالمهنة والإنجاز والإبداع، هل بدي أعرف إنه هاي الحاجات هي متحققة عندهم حتى إني أشوف إن هاي القضايا ممكن أحكي فيها بشكل كامل. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في ساحة الجامعة بعد انتهاء هذا الفصل وانتهاء موجة الجائحة كورونا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.